أعزائنا المشاهدين عبر قناة نورسات الفضائية وتلفزيون تيليلومير، يتجدد معكم لقاؤنا الأسبوعي والذي نستهله بأبرز العناوين. الأردنيون يحتفلون بالعيد 57 لميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني. كنيسة اللاتين في تلاع العلي والزرقاء تمنح رتبة الشدياق لسبعة من شبابها. وفيها أيضاً كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس في الهاشم الشمالي ضمن حلقات كنيستي. ولسوف يكبر عبد الله ويترعرع في صفوفكم وبين إخوته وأخواته من أبنائكم وبناتكم، وحين يشتد به العود ويقوى له الساعد سيذكر ذلك اللقاء الخالد. أهلاً بكم. تحتفل الأسرة الأردنية الواحدة هذه الأيام بالعيد 57 لميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث يمضي الأردن بقيادة جلالته قدماً في مسيرة الإصلاح الشامل والبناء والإنجاز. وكان قد نودي بجلالة الملك عبد الله الثاني ملكاً للأردن بعد وفاة والده في 7 شباط عام 1999 ليتولى جلالته العهد الرابع للمملكة. ومضى الأردن بقيادة جلالته نحو إصلاحات شملت مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لتجعل من الأردن دولة مؤثرة في العالم ترتكز على ترسيخ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والتطرف وإرساء مبادئ السلام في المنطقة والعالم وتحقيق العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد. ويبذل جلالته جهوداً كبيرة باعتباره وصياً وحامياً وراعياً للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، للحفاظ على عروبتها وهويتها العربية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ودعم وتثبيت سكانها مسلمين ومسيحيين وتعزيز وجودهم في مدينتهم. وتحمل لقاءات جلالته المتواصلة مع العديد من رجال الدين والقيادات الإسلامية والمسيحية تأكيداً واضحاً على دعمه لصمود كنائس الأرض المقدسة. بحب اليوم استغل هالمناسبة الحلوة، 57 سنة على ميلاد جلالة الملك عبد الله بن الحسين المعظم، حتى أتمنى له الكثير من الصحة، الكثير من العافية، النجاح في مهماته التي يقوم فيها في الأردن، وخصوصاً أنه هالبلد اللي اسمه الأردن يزدهر بأيامه، يتمتع بالكثير من السعادة، بالكثير من الازدهار، بالكثير من البحبوحة، وخصوصاً بالكثير من الأمن والسلام اللي نحن بأمس الحاجة له بهذه الأيام. ألف مبروك وألف أمنية محبة لجلالة الملك عبد الله ابن الحسين المعظم، كل عام وهو بألف خير مع العائلة المالكة. بمناسبة عيد ميلاده الميمون، أتمنى لجلالة ملكنا المحبوب عبد الله الثاني ابن الحسين موفور الصحة وطول العمر، ليبقى القائد الأول لمسيرة هذا الوطن، وليبقى النموذج الأول الذي يحتذي به الجميع، وكل عام وجلالتكم بألف خير. باسم كنيسة الأرثوذكس وباسم هذه الرعية نرفع إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم أسماء آيات التبريك بمناسبة عيد ميلاده الميمون، ونطلب من الله أن يباركه ويسدد خطاه ويرشده لقيادة هذا البلد إلى بر الأمان دائما، وأن يحفظه من كل شر حتى يقودنا دائما إلى بر الأمان. ونحن نقدر جلالة الملك عبد الله الثاني لما يقوم به من الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المنطقة، وعلى المسيحيين، وعلى الحرية الدينية في بلادنا. أمين. أهنئ سيدنا صاحب الجلالة سيدنا الملك المحبوب الملك الإنسان سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم بمناسبة عيد ميلاده 57. ونحن بداية نهني أنفسنا لأننا نعيش في هذا البلد الآمن الأمين في ظل الخيمة الهاشمية وفي ظل رعاية صاحب الجلالة، إذ أن عيد ميلاده
هو عيد ميلاد لكل الأردنيين ولكل الطيبين الذين يعيشون في هذا البلد المبارك. كل عام وجلالته بألف خير، ونتمنى له ونصلي من أجله أن يمنحه الرب مزيدا من الصحة والعافية، مزيدا من الحكمة، مزيدا من العمر الطويل، كي يكون خيمة على رأس كل الأردنيين وكل الطيبين في هذه البلاد الآمنة العزيزة. كل عام وجلالته بألف خير، ونحن جميعا ندعو له دائما أن يطيل الرفيع عمره ويمنحه المزيد من الحياة السعيدة. وبهذه المناسبة السعيدة تتقدم أسرة مكتب فضائية نورسات الأردن بأسمى معاني التهنئة لجلالته، متمنين له أعواما مديدة مباركة ملؤها الخير والبركة في قيادته للمسيرة الأردنية الميمونة. دعينا الله أن يبقى الأردن انموذجا للسلام والوئام والوحدة الوطنية والعيش المشترك. بهذه المناسبة الغالية علينا وعلى جميع الأردنيين في هذا الوطن الغالي، أتقدم من جلالتكم بأجمل الأمنيات بالفرح والسعادة، وأن يدوم عزكم وملككم على الدوام، وكل عام وأنت بألف خير. في أجواء روحية وإيمانية، تمنح الكنيسة اللاتينية في الأردن أبنائها الملتزمين رتبة شدياق. وخلال الأيام الماضية منحت ذات الكنيسة الرتبة لسبعة من شبابها الجدد المتقدمين لهذه الدرجة في كل من عمان والزرقاء. المزيد حول الاحتفال بهذه المناسبة تشاهدونه في سياق التقرير التالي. في أجواء إيمانية وروحية، منحت الكنيسة اللاتينية في الأردن رتبة الشدياق لثلاثة من أبنائها، وهم روبرت شحادة وسامح جازين وفرح نفاع، وذلك ضمن قداس احتفالي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن في كنيسة قلب يسوع الأقدس في تلاع العلي بعمان، بمشاركة كاهن الرعية الأب علاء مشربش والكاهن المساعد الأب مروان حسان والشماس الإنجيلي جبران سلامة. وفي عظته خلال الاحتفال الذي حضره عدد من الآباء الكهنة والشمامسة والأخوات الراهبات وجمع كبير من أبناء الرعية وذوي المرتسمين، أثنى المطران الشوملي على الشباب الجدد الذين نالوا رتبة الشدياق شاكرا الله على نعمه التي ينعم بها علينا في كل حين، كما أعلن سيادته أنه خلال شهر واحد تم منح هذه الرتبة لثلاثة وعشرين شابا من عشر رعايا في الأردن. إخوتي وأخواتي في الكنيسة اليوم دور لكل واحد فينا، نحن لسنا مجرد متفرجين، لكل واحد يمكن أن يكون له دور في الكنيسة كما لكل واحد فينا دور في المجتمع، كل ذلك وفقا للمواهب التي وهبنا إياها الله. في النهاية أريد أن أشكر المرشحين لهذه الرتبة على روح التطوع التي عندهم، روح التطوع التي جعلتهم يأتون مرارا وتكرارا لكي يتلقوا حصص في حول المهمة التي سوف يتلقونها، كما نشكر زوجاتهم وعائلاتهم التي شجعتهم
ووافقت على تقدمهم من هذه الرتبة. احنا بنشكر يسوع المسيح اليوم على هذا القداس المميز اللي احنا كنا فيه ثلاثة شضايقة ارتسمنا حتى نمثل يسوع المسيح في خارج الكنيسة. عندنا مسؤولية داخلية وخارجية في خدمة المرضى ومساعدة الخوارن الأعزاء حتى نكون نور في وسط هذا الظلام، وهي مسؤولية تطلب منا دائما التضحية والاستماع إلى كلمة الله في حياتنا اليومية. شكرا. وفي نهاية القداس التقى السادة الأساقفة والمؤمنون حول الشيادق الجدد في جو من البهجة والسرور. هيا ابذر البذار بعزم واقتدار كي تجني الثمار، فها أنا معك. وفي ذات السياق احتفلت كنيسة الرسل للاتين في الزرقاء الشمالي بمنح رتبة الشدياق لأربعة شباب يشهد لهم أبناء الرعية بأنهم رواد عمل وإخلاص في المجتمع والكنيسة، وهم الإخوة حازم حداد وجهاد قندح وسمير الشوملي ونضال مرجي. جاء ذلك خلال القداس الإلهي الذي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن بمعاونة كاهن الرعية الأب إياد بدر ولفيف من الكهنة بحضور حشد من أبناء الرعية والفعاليات الكنسية. إنها نعمة كبيرة لرعيتنا في هذا المساء، حيث سوف تمنحونا رتبة الشدياق لأربعة من أبناء رعيتنا. إنها نعمة كبيرة، نصلي من أجلهم لكي يكونوا على مثال الراعي الصالح، أمناء على ما أؤتمن عليه، متواضعين في الخدمة، شاكرين دائما لله على نعم. معكم يا سيدنا نصلي ونرفع دعاءنا من أجل أبناء رعيتنا، من أجل نياتنا الخاصة. هاليلويا هاليلو هاليلويا هاليلويا هاليلويا. ربنا هو إله الحاضر. بدي أذكركم ببعض الآيات اللي فيها وردت كلمة اليوم. مثلاً اليوم إذا سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. ربنا إله حاضر، اليوم يتكلم معنا، الآن يتكلم معنا. كل ذلك ماذا يعني؟ يعني أن الله لا يحب التأجيل. إذا دعانا، إذا كلمنا، إذا ألهمنا روحه القدوس شيئاً ما، فإن الله يريد منا جواباً سريعاً. اليوم سمع هؤلاء الشباب الأربعة صوت الرب يدعوهم لأن يخدموا هيكله ومائدة كلمته، فلبوا نداء الرب للخدمة. ردني بحبك وشدني إليك، فمن اليوم أنا ملكك. ردني بحبك وشدني إليك، فمن اليوم أنا ملكك. ها أنا ملكك. ويشار أن رتبة الشدياق من الرتب الصغرى في الكنيسة اللاتينية، ومن خلالها يصبح الشخص قادراً على خدمة وتحضير الهيكل للاحتفال بالقداس الإلهي، ويمكنه أيضاً أن يناول في المناسبات إذا طلب منه ذلك، كما يمكنه نقل المناولة للمرضى بطلب من الكاهن المسؤول. ألف مبروك للشيادقة في خدمتهم الجديدة للكنيسة. قبطاني أنت في الخضم الهائشي، والنجمة والقبلة والزورق. ضمن
حلقات كنيسة لهذا الأسبوع، يسرنا أن نخصص حلقتنا اليوم حول كنيسة القديس جوارجوس للروم الأرثوذكس في منطقة الهاشم الشمالي بعمان، لما لها من دور رائد في خدمة العديد من أبناء الرعية في شعائرهم وصلواتهم. المزيد في التقرير التالي. يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب، قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. بين أروقة وأزقة منطقة الهاشمي في قلب العاصمة عمان، تقع كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس. تلك الكنيسة البهية بجمال تصميمها المميز، حيث بنيت على شكل صليب عام 1985. في عهد جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، وببركة من غبطة البطريرك مثلث الرحمات ثيودوروس الأول، الذي شكل لجنة برئاسة قدس الأيكونوموس عبد الله حمارنه، نجحت في جمع النسبة الأكبر من التبرعات من أبناء الرعية لبناء الكنيسة ومرافقها، وانتهت اللجنة من استكمال أعمال البناء عام 1989. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي فلك روح ملجأ لكل الخطى. عند دخولنا الكنيسة وجدناها مملوءة بالهيبة والروحانية لما تحويه من أيقونات مميزة مرسومة باليد ومعلقة على جدران الكنيسة، ومميزة بالأيقونوستاس أي حامل الأيقونات المصنوع من الرخام، ويحمل أيقونات للسيد المسيح وتلاميذه ولوالدة الإله ولشفيع الكنيسة القديس جوارجيوس، ويحمل أيضا قطعا فسيفسائية جميلة تحكي عن أرض الأردن. وعند دخولنا لقدس الأقداس المزين بأيقونة الأرحب من السماوات، نجد المذبح المقدس وموضوع عليه عظمة صغيرة للقديس جوارجيوس، وقطعة من ثوب القديس يوحنا ذهبي الفم، ومجموعة أخرى من عظام آباء رهبان قطنوا في شمال الأردن وتحديدا في منطقة أم الجمال الأثرية. يخدم الكنيسة الآن قدس الأيكونوموس عبد الله حمارنه، ذاك الأب الورع الذي يقدم بكل تفان وإخلاص خدماته لأبناء الرعية. حدثنا عن تاريخ بناء الكنيسة وعن الآباء الذين خدموا فيها وعن أنشطة وفعاليات الرعية، حيث قال: في تعاليمك المضيئة أنت سراج أسرارك النفيس، دخنا يسوع الرقيق. تاريخ الكنيسة قديس جوارجيوس في الهاشم الشمالي هي من أوائل الخمسينات، كانت عبارة عن صالون تعود ملكيته إلى المرحوم عيسى حداد في الهاشم الشمالي، ثم في وسط الخمسينيات انتقلنا إلى مكان آخر، أو في نهاية الخمسينات انتقلنا إلى مكان آخر. أول كاهن خدم في الهاشم، طبعاً أول كاهن خدم هو المرحوم أبونا سليمان عماري،
ثم تلا أبونا جريس النمري، وكان في لجنة مسؤولة طبعاً عن الكنيسة، ولا كلهم متوفين الله يرحمهم، منهم سليمان العبوي ومنهم عواد فخوري وواحد من بيت شليف ما بذكر اسمه، وأيضاً شخص من بيت فخوري آخر. في الكنيسة أو في المكان الثاني شكلت لجنة جديدة أيضاً كذلك برئاسة أبونا سكاب، طبعاً كان جاي من الكرسي الأنطاكي وخدم في عمان 79-80 تقريباً، بالحدود هيك كان 80، وكانت معه لجنة، شكلوا لجنة منهم سيد نائب المرحوم نايف تادروس وجمال فرحات وعواد الفاخوري وميخائيل تادروس، لموا تبرعات واشتروا قطعة أرض بعيدة عن المنطقة هاي حوالي 6 كيلو 7 كيلو، فالأرض كانت لا تصلح للكنيسة، لبناء الكنيسة كانت بعيدة جدا عن الرعية هون. وبعدين هي جاي في موضع منحدر، انحدار شديد، وعلى أساس فكروا يعملوها كمان مقبرة، برضو كمان ما زبطت ولا زبطت لبناء الكنيسة. حطوا الأرض باسم مين؟ باسم المختار اللي هو سلمان العبوي. ب79-80 خلينا نقول كان أبونا سكاب وشكل اللجنة الجديدة. طبعا هذا الحكي خدم أظني بعدها أبونا سكاب بسنة أو سنتين، وبعدين سافر يا لبيروت أو رجع أو طلع للولايات المتحدة الأمريكية. اللجنة الجديدة اللي شكلت، طبعا الأرض سجلت باسم المرحوم المختار سلمان العبوي، هلا توفى، انتقلت للورث. طلبنا الورثة بالأرض على أساس هاي أمانة عشان نشوف شو نعمل نتصرف فيها عشان الكنيسة. الله يرحمه وأولاده من بعده حقيقة أعادوا الأرض للكنيسة. في الفترة هاي أنا كنت ب82 كاهن هون، خدمت سنة في مادبة وجيت هون، وكانت الكنيسة تحت عبارة عن 8 متر بالطول بس بعرض 3 متر. قرروا أنه نبيع الأرض، الأرض بحوالي 40,000 دينار بيعت الأرض، واللي باعوها أولاد المرحوم لأنه كانت باسمهم، فقلنا بيعوها أنتم وجيبوا المصاري، باعوا الأرض هم وجابوا المصاري للكنيسة وسلمونا إياها. فكرنا بناء كنيسة هون، كانت الأرض هاي فاضية وما كان في بنى كثير هون بالهاشمي، وجاي في الوسط ممتازة كانت للرعية، لكن هي يبيعونا أصحاب الأرض بيعوا هاي القطعة، طبعا ما بدهم يبيعوها لجماعة مسيحية. اللي اشترت الأرض أم جمال تادروس، هي كانت جارة لأصحابين هاي الأرض، قالت لهم إنه لو سمحتم بدي أخذ الأرض أنا وعمر عليها بيت لأولادي. بالطريقة هاي باعوها الأرض، سجلت الأرض باسم بطريركية الروم الأرثوذكس. هلأ بدنا نيجي للبناء، إحنا هاي كنيسة صغيرة لما يكون فيها بس فقط 8 ملوك، والرعية كانت منقطعة عن الصلاة فيها لأن الكنيسة صغيرة ما توسع شيء. طلعنا على رحمة البطريرك الله يرحمه مثلث الرحمات اللي هو ذيوذروس، قال أنا بعطيكم ب 9,000 لحد 10,000 دينار، طبعا مش كاش،
عبارة عن حفريات، نبلش بالحفريات هون، وبرع بجوز 3000 للحفريات، للحجر أكمن 1000، للحديد وإسمنت، طلعت حدود 9000 إشي. كان جاي من اليونان، من دير، من جبل آثوس، الله يرحمه ويقدس روحه أبونا إسحاق الآثوسي، وهو على فكرة راح ممكن يطبوه قديس خلال كم من سنة. فأجى زار الموقع، تعرف هذول الربان منين لهم فلوس وكذا، طالع كم من فراطات، قال هذول بركة مني كملوا الكنيسة. بلشنا نلم تبرعات، واللي أشرف على هاي الكنيسة من بدايتها حقيقة جزاه الله كل خير اللي هو المهندس المعماري نبيل يوسف المصري، تبرع بدون أي مقابل حتى انتهت، وإلى الآن نستشيره في أي شغلة في الكنيسة، هو على أتم الاستعداد يساعد. بس حقيقة نشكر الله خلصنا من 85 ل89. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي فلك روح ملجأ لكل الخطى. الأيقونات اللي على الإيكونوستاس اللي هنيك رسمها رسام سوري اسمه جورج النورا، بعدين أجانا الله بعث لنا واحد رسام عراقي ما له خبرة كان بالرسم البيزنطي، بس لكن أعطينا أيقونات قال بعمل مثل هذا الحكي بالتسعينات 97، رسم هاي الأيقونات ولزق لنا إياها. طبعا كل هذا الأساس اللي انت شافه تبرع من البنوك، من البعثة البابوية، الله يبارك فيه السيد رائد الباهو اللي هو تبرع لنا في البنوك، القرميد من مجلس الكنائس العالمي، قرميد الكنيسة، يعني الأشياء الكبيرة أنجزت نشكر الله. وبالفعل قمنا بتأسيس هون في الهاشمي، كان يعني بشكل رسمي كانت هي من أول موجود من الأسئلة أحد، كان مسؤول عنها الأستاذ جمال الفرحات اللي هو كان أمين عام وزارة النقل، ومدامته هيفا صادق محامية مستلمين من درس الأحد، وكانت نشيطة جدا جدا. والشبيبي وكانت تقوم بنشاطات كثير جميلة وحلوة على مستوى مخيمات، على مستوى لقاءات روحية مع الكنائس الثانية، ومخيمات تقام في مناطق مختلفة. نقوم صلواتنا الآن بشكل كثير كويس، في ناس يعني مش بنفس العدد اللي كان السابق فيه، لأنه رحل أكثر من 100 عائلة، تصور يعني عدد هذا مش قليل، ولا يزال في عملية الهجرة الداخلية. درس الأحد انضموا ضمنهم إلى جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية المشرفة على مدرسة الأحد، عملها الرعائي أو الخدمات في الكنيسة واضح، وهي على تم السنوات تقدمت كل المساعدات للكنائس، بالتالي التكلفة تكون عالية شوي لمدرسة الأحد في الصرف رحلات ومصاريف. فالجمعية مشكورة تحملت هذا الشيء. طبعا في ذخائر، في عندنا ذخيرة القديس جورجيوس موجود عندي، وعندي ايضا من ثوب من القديس يوحنا الذهبي الفم، قطعة صغيرة برضو كمان. بالنسبة للعظام الموجودة هناك عند امام الباب الشمالي، هي وجدوها في احدى الكنائس الأثرية
التي تعود إلى القرون الأولى الميلادية. فربما سيدنا بنديكتوس قال ممكن يكونوا شهداء، ممكن يكونوا أبرار، ممكن، فبالتالي نوزعها على الكنائس. فنحن أخذناها ووزعها على الكنائس وحطنا هون. إذا وربنا يعرف هذا الشيء، وإحنا بنية صالحة يعني أخذنا هذا الشيء وحطنا. بحب أضيف إنه المرتلين اللي كانوا هون على هاي الفترة، كان في المرحوم نجيب عويس من الخمسينات، ظل نهاية في 83 84 85، ظل مرتل في الكنيسة من الخمسينات هو برتل. قديس جورجيوس محبوب من الكل، و المنطقة عندنا هون سواء عند المسلمين والمسيحيين معروف، فمعظم الكنائس في الأردن هي سمت قديس جورجيوس يورس المزارع، شفيع المزارعين. بالتالي كون أنه محبوب ومعروف للجميع سميت على اسم هذا القديس. مساكنك محبوبة يا إله القوات، ففي بيتك يا رب ينبغي السجود والإكرام لمجدك، فاحفظ بيعتك الأرثوذكسية من الآن وإلى دهر الداهرين. آمين. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة ملجأي في كل ضيق. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الأردنيون يحتفلون بالعيد 57 لميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني. كنيسة اللاتين في تلع العلي والزرقاء تمنح رتبة الشدياق لسبعة من شبابها. كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس الهاشمي الشمالي ضمن حلقات كنيستي. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursajordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.